السلام عليكم. انتو في مطبخ ناريمه اليوم ان شاء الله حبيت ندير معاكم المحمصه، ندير لها شويه جلبانه يابسه والخضر. انا سبقت درت لكم المحمصه بالخضر، اليوم خلاف راني ندير لها شويه، ندير لها شويه جلبانه وراني نقلي هنايا الجلد. انا هنا عندي شويه خضر، شويه زروديه لفت والخصان تاع البصله، تقدري ديري شويه بطاطا، شويه كورجيت، حاجه اللي موجوده في البيت. عندي هنايا طوماطيش مصبره، هنا درت جلبانه اليابسه شللتها، ونزيدو ثاني طوماطيش مرحيه. نخلط مليح، هنا نضيف شويه فلفل كحل، عندنا القزبر، نديرو شويه راس الحانوت ونملح. هنا نزيد فلفل عكري ونزيدو شويه الكركم ونخلي كل شيء يتقلى. هنا زدت شويه كرافس ونزيد نضيف ثاني البطاطا. انا البطاطا ضفتها الان لان البطاطا ما تشيش بزاف الوقت طيب ليه. ونزيد المرق. انا في الطاس هذه لوين ريحه طوماطيش درت له الماء، نزيد عليهم الماء السخون. ونخلي كل شيء طيب. بعد ما نقصت لاصوص، الدجاج تاعنا طابت والخضر طابت. انايا المحمصه هذه ديجا طيبتها في الماء والملح، خصتها برك شويه نضيفها ونخليها تزيد تطيب هنا في لاصوص. نبدا واجد، درنا البركوكس ولا شوربة البركوكس ولا المحمصة، زدنا درنا لابيتزا، نزيدو نديرو لسالاد فيغت ولا السلطة الخضراء. وإلى الوصفة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.